راجعين لك يا كابتن بلال، ما طولناش. راجعين. ناقص على ربع ده، انا قربت انام. الف مبروك كابتن. بيتكلم كتير؟ قربت انام يا كابتن. لا لا لا، عنده حاجات كتير عايز يقولها ولسه. لسه صح. طب ما تكمل يا كابتن عادل. لا لا مش دلوقتي. انا عايز اسال سؤال، هو انت كنت بتصورنا ليه؟ انا مش بصورك، انا بصور نفسي. هو كان فرحان. انت مش معايا في المكسب يا كابتن عادل. احنا بيقعد هو ما خد، هو كان المفروض يطلع ياخد السيلفي اللي عادي، بس هو ايه؟ تقوم تاخد استقرب. لا بعد ما تشوف استقرب. لا احنا النهائيات ان شاء الله باذن الله. خلينا ننبسط. ننبسط. ننبسط على كابتن بلال. الف مبروك، فوز غالي لكن تحقق الهدف في النهايه. حي فوز غالي وكان مهم بالنسبه لك يعني. طبعا بالنسبه لك مهم جدا، يعني مباراه انتقاليه بالنسبه لك ما بين الدوريات الكبيره او البطولات الكبيره للدوريات المحليه. كنتوا قلقانين انتوا في الاخر. الهبوط اضطراري لكنه مطلوب. يعني هبوط اضطراري لكنه مطلوب يا كابتن، بتهبط بالمستوى لكنك خلاص ما يعني انت هو ده في النهايه. انت بتلعب في الدوري المصري، بتلعب في كاس السوبر المباراه، وبتلعب مع في كاس الرابطه، وان كنا اعتذرنا عنها وده شيء جيد بالنسبه لي ان احنا اعتذرنا عن كاس الرابطه. يعني كان عندك احساس ان احنا هنجيب جول قبل ركلات الترجيح؟ شوف المباراه من اولها تكاد تكون يعني مش مفهومه بالنسبه لك. لكن انت في الاول وفي الاخر بتعول على شخصيه الاهلي، بتعول على قيمه النادي الاهلي. وان كان سيراميكا دخل في المباراه يعني بدايه الشوط الثاني، يعني اخذ له ربع ساعه ثلث ساعه لحد ما مستر كورا يعني ربنا وفقه وابتدى يغير. أيوة. تمام. ورجعت لوضعك الطبيعي تاني، السيطره والهيمنه والفرص اللي بتجيلك وصناعه الفرص والتصويبات واللعب الطبيعي بتاعك، وده اللي نادينا بيه من اول ما بين الشوطين. قلنا التغييرات لابد ان هي تكون تغييرات مبكره جدا جدا، وهذه المباراه لا تتحمل انك انت تستنى ال 20 دقيقه اللي كان ممكن يجي فيك جول. كره جت في العارضه وقبليها كره ثانيه كانت هتبقى شبه انفراد، وكره ثالثه ياسر مطلعها، فكان في ثلاث اربع فرص محققين لسيراميكا كليوباترا من الدقيقه 45 للدقيقه كام 70، كانوا فرص حقيقيه. تمام. نتيجه لتاخر مستر كولر في التغييرات، احنا يعني احنا ناشدناه اكتر من مره على فكره هنا ان هو يعني يبقى في سرعه في التغييرات شويه. تمام. ممكن يكون شايف هو افضل، يعني عنده رؤيه افضل مننا بالنسبه له، لكن احنا رؤيتنا بتبقى واضحه اكتر. انا اسف مع احترامي الكامل لمستر كولر، طبعا رؤيتنا هنا اوضح لان احنا التجارب بتقول ان التاخير في التغييرات ممكن ينتج عنه مشاكل داخل الملعب. كسبنا الحمد لله. الحمد لله. تمام. وانت الافضل على فكره طول المباراه باستثناء ال 20 دقيقه اللي هم احنا بنتكلم عنهم من الدقيقه 45 للدقيقه 65 تقريبا. هم دول 20 دقيقه فقط اللي كان فيه بعض من السيطره من فرقه سيراميكا كليوباترا، بيلعبك بشكل مبالغ فيه هجوميا. تمام. وانت قدرت تستغل الكلام ده بشكل كويس جدا. ما تلعبش الاهلي بالطريقه دي، صعب تلعب الاهلي بالطريقه وبالشكل ده، تلعب الاهلي بالطريقه وبالشكل ده حتى وان كان الاهلي في اقل ما يعني او مجهد مثلا. ما انا عايز اقول لك في مش في افضل حالاته البدنيه، ولكن الاهلي عنده سيطره ميدانيه داخل الملعب. صح. وعنده سبيريت عاليه جدا ممكن تتفوق في بعض الاحيان او تتغلب في بعض الاحيان على المهارات الفرديه. اما بالنسبه للكلام اللي الكباتن اتكلموه على السوبر في الامارات، انت اصلا من الاساس يا كابتن ايمن هو انت رايح الامارات ليه؟ انت رايح عشان الاهلي. صح. انت لو مش الاهلي مش هتروح الامارات اساسا. تروح تعمل ايه هناك؟ مش هروح. هتعمل ايه؟ تلعب مباراه وديه مذاعه على الهواء مباشره وترجع تاني؟ لا، انت رايح الامارات عشان الاهلي موجود هناك، عشان جمهور الاهلي موجود. طب لحظه بس، يعني انت مع الكابتن عادل في حته ان الاربع فرق دي مشكله بالنسبه لكاس السوبر؟ لا مش فارقه كتير. طول ما الاهلي موجود كتير. طول ما الاهلي موجود البطوله ليها معنى. صح. ينفع تنتقل بره القاهره. ما انا بسألك. انت حتى لو رحتش بين القناطر والاهلي مش موجود، مش برضه مش المباراتين يتلعبوا في نفس الملعب زي النهارده يا كابتن. ما هي زي النهارده كده، نفس النهارده نفس الملعب وفتوي. على فكره تذكره واحده، تذكره الماتشين مع بعض، تذكره واحده بس 300 بس. ما انا بقول لك كابتن، هو انت اصلا يا كابتن انت اصلا مسافر الامارات عشان الاهلي موجود. انت غير كده هتلعب هنا في القاهره. صح. فاهم قصدي؟ يا هي البطوله على بعضها هي نجحت ليه البطوله؟ زي ما انت قلت لوجود النادي عشان الاهلي كان بيلعب في البطوله من السيزون اللي فات او اللي قبليه، وبعدين راح الزمالك معاه، وبعدين مره بيراميدز، فالبطوله ناجحه لوجود النادي الاهلي. طب الجماهيريه العظمى الكبيره، لولا الاهلي كنت هتلعب في القاهره عادي مباراه
تقليديه طبيعيه بين اي فرقتين بيلعبوا على الدوري والكاس، او حتى لو عملتها من اربع مباريات برضو كانت تبقى ايه بطوله شبه وديه ملهاش معنى وملهاش قيمه بدون النادي الاهلي. الاهلي بيرفع اسهم اي مباراه او اي بطوله بيدخل فيها، وضع طبيعي. حتى في افريقيا كمان انت لما بتوصلش السيمي فاينل والفاينل البطوله ما بتحسش بيها، ما بتحسش مين كسب. مظبوط والله العظيم. صح. ما بتعرفش يا جماعه مين هيلعب في الفاينل، ما بتعرفش مين، فاهم يعني؟ صعب، فاهم؟ احنا المباراه مباراه الفاينل بتاعه الدوري الافريقي، الدوري السوبر الافريقي او ما اعرفش ايه المسمى بتاعه بعد تعديلات المسميات، انت الفاينل احنا ما شفناهوش تقريبا، شبه شفناهوش. تمام ليه؟ لان خد بالك القاعده الجماهيريه الكبيره جدا في افريقيا وفي الوطن العربي هي النادي الاهلي، خد بالك. مش عشان احنا مشجعين للاهلي، تمام، لكن انت رضيت ام لم ترضى؟ عشان الاهلي هو بطل ابطال افريقيا. التصنيف الافريقي نزل، التصنيف الافريقي نزل الفرق كلها بتاعت افريقيا، الاهلي 110 بوينت بالظبط، يجي وراه الوداد 102. ما هو الاهلي رقم واحد يا كابتن، رقم واحد في البطولات في التاريخ، سان داونز 81. التاريخ بتاعك قديم جدا في افريقيا وحديث جدا في افريقيا برضه بالبطولات. صح. بتاعتك انت يعني ما شاء الله عندك باع كبير جدا من البطولات الافريقيه. انت شوف وصلت السيمي فاينال كام مره اساسا، مش هكلمك بقى في المكاسب بتاعت ال11 بطوله اللي خدتهم. انت شفت وصلت السيمي فاينال كام في السنوات اللي فاتت؟ عدد لا باس فيه، او طول حياتك عدد لا باس بيه. مفيش فرقه اعتقد ان هي حققت نص انجازات النادي الاهلي. صحيح. الاهلي 110، المنافس بتاعك التقليدي 28. موضوع يعني لا مش هتكلم على منافسه. بص يا كابتن، انت خرجت من اطار المنافسه خلاص، في مصر خرجت من اطار الدربيات اللي كانت بتقال زمان من 30 سنه فاتت. الامور تطورت بشكل كبير، انت النادي الاهلي تطور مع تطور الزمن، تطور مع تطور الكره الافريقيه والعالميه وحتى الكره المصريه. انت من صنعت التطور في الكره المصريه في مصر، تمام، بادائك وامكانياتك وبطولاتك وكل حاجه. انت لولا النادي الاهلي في اخر 20 سنه لم يكن الوجود للكره المصريه في الساحه الافريقيه على الاطلاق، على الاطلاق. مزبوط. من 2002، تمام، الزمالك خد بطوله افريقيا، النهارده 2023، تمام، لولا النادي الاهلي ما كانش هيبقى ليك باع واي وجود. صح. واي اسم او مسمى في افريقيا لولا النادي الاهلي، تمام، اللي بيحمل عليه فولو بقى فولو طبعا. 2006 و2008 و2010 لا كمل بقى كابتن، مش هكلمك عن المنتخبات، انا بكلمك على الانديه، على اطار الانديه، فاهم قصدي؟ فالاهلي نادي عظيم بحضوره، نادي عظيم بجمهوره. الفاينل هيبقى له ان شاء الله يوم الخميس باذن الله، هيبقى له رونقه وهتبقى جمهور النادي الاهلي موجود، وهتستمتع بفاينل حلو، جمهور كبير هيملى الاستاد ان شاء الله باذن الله تعالى. نكسب السوبر المصري وتبقى كماله للتتويجات ان شاء الله بتاعه النادي الاهلي السنه دي، واستكمالا لحصد البطولات باذن الله تعالى ان شاء الله.